السلام عليكم. انا جيت اليوم كنشكر هذه الجمعيه ديال المغرب انقاذ، الله يجازيكم بخير. جيت نشكرهم، وهذه دخلت 5 في الشهر، درت العمليه الوليدي، دابا لاباس الحمد لله، راه خرجت دابا لاباس، ما كاين حتى مشكل، الله يجازيكم بخير. كنشكر الجمعية وكنشكر المحسنين وكامل اللي شاف هاد الوليد وتأثر منه، كامل اللي شاف هاد الوليد وعاونهم، الله يجازيكم بخير. كل ما عاون والمحسنين وهاد الجمعية، وأنا كنشكركم بزاف، الله يكثر خيركم، ما عنديش باش نرد خيركم، إلا كنت كنشوف وليدي وكنتأثر منه، ما عنديش باش ندير له حتى شي حاجة، وكنبقى نطلب الله حتى جاب الله هاد الجمعية وعيطونا، الله يكثر خيرهم ويكثر خير المحسنين، والله يكثر خيركم كاملين، كنشكركم ما عنديش باش نرد خيركم اللي شافيتو لي وليدي، وكنشكر الله وشكركم وشكر هاد الجمعية، الله يجازيكم بخير. وليدي راه خرج دابا على خير وبخير والحمد لله.